Act Primary 1 for Egypt. Year 1 by Mary Charrington. Published by and copyright Egyptian International Publishing Company Longman 2018. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المدرسين والطلبة، اليوم أقدم لكم تفاصيل منهج الصف الأول الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية عام 2018-2019. معكم مستر صبري ياسين. منهج الفصل الدراسي الأول 2018-2019. المنهج بينقسم لثلاث أجزاء، three modules، ثلاث أجزاء. أول جزء about me، هيكون إن الطفل أو التلميذ هيتكلم فيه عن نفسه. تاني جزء اسمه my world، هيتكلم فيه عن البيئة الصغيرة بتاعته اللي هو الأسرة بتاعته، الفاميلي، الفاذر، مذر، براذر، وسيستر، and so on، وهكذا. الجزء الثالث أو الموديول الثالث هيكون my wider world، هيتكلم بقى عن البيئة الأكبر اللي هو عايش فيها وبلده مصر وهكذا. نشوف كده كل موديول منهم أو كل جزء منهم بيتكون من إيه. أول جزء، أول موديول منهم about me، بيتكون من ثلاث وحدات. أول وحدة unit 1 hello، unit 2 my school bag، unit 3 this is me. شوف الموديول الثاني أو الجزء الثاني برضو بيتكون من ثلاث وحدات. الجزء الثاني my world، بيئتي أو عالمي، اللي هو العالم الصغير اللي بيعيش فيه التلميذ اللي هو الأسرة يعني، برضو بيتكون من ثلاث وحدات. unit 4 let's play music، unit 5 it's my birthday، unit 6 with my family. الجزء الثالث أو الموديول الثالث برضو بيتكون من ثلاث وحدات. الموديول الثالث اسمه My Wider World، عالمي الأوسع، يتكون من ثلاث وحدات: Unit 7 at home، Unit 8 at the pyramids، Unit 9 at the beach، على الشاطئ يعني. المنهج اللي فات كان بتعطيهم في الإنجليش كان فيه مس نادية، وكان فيه كريم، وكان فيه منى، وكان فيه سمير وهدى. المنهج الجديد بقى عندنا شخصيات مختلفة. الشخصيات اللي موجودة عندي في منهج سنة أولى ابتدائي أو منهج كونكت اللي هنشتغل فيه إن شاء الله السنة دي، في عندي شخصيات مختلفة. أول شخصية عندنا هي ميس منى، احفظوا شكلها كويس، لابسة نظارة كده ومنزلة قصة على خدودها. تاني شخصية معانا الطفل هاني، شعره زي ما انتم شايفين طويل كده وولد جميل. الشخصية التالتة الطفل يوسف، شعره اجعد وزي ما انتم شايفين ولد امور كده. طبعا بالنسبة للتلاميذ مفروض تحفظ اشكال الاطفال دي كويس، تحفظ اساميهم كمان. الشخصية الرابعة معانا البنت هنا، لابسة نظارة هي كمان. الشخصية الخامسة البنوتة أميرة، اللي ربط شعرها في يونكات. الشخصية السادسة والشقية اللي بيحبها الأطفال زي شخصية سكرة كده في منهج تايم فور إنجليش، هي شخصية النحلة الشقية بيزي بي. بيزي بي يبقى الكاركترز اللي موجودة في المنهج كلهم إجمالا عندي ميس منى، وعندي هاني، وعندي هنا، وعندي يوسف، وعندي أميرة، وعندي بيزي بي. هي دي الشخصيات اللي هتكون موجودة معانا في دراستنا لمنهج كونكت اللي تم إقراره خلاص على المرحلة الابتدائية. دي كانت نظرة سريعة على المنهج بتاع أولى ابتدائي في الترم الأول. لمتابعة شرح المنهج بقى هننزل إن شاء الله على القناة دروس خاصة بالمنهج ده. لمتابعة شرح المنهج أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة
ياريت لو تفعل كمان زر الجرس عشان يصلك كل جديد أول بأول. وإذا عجبك الفيديو هيسعدني جدا إنك تضغط لايك على الفيديو. لو الفيديو مش عجبك قول لنا في تعليق إيه اللي مش عجبك علشان نقدمه لك. لو عندك أي سؤال رجاء اكتبه في التعليقات. آخر حاجة وأهم حاجة إن أنا بحبكم كلكم، وأقرب ناس لقلبي هم اللي هيعملوا مشاركة للفيديو ده مع أصدقائهم علشان غيرهم يستفيد زي ما هم استفادوا، لأن الدال على الخير كفاعل. وشكرا لحسن مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.